مرحبا بحضراتكم في آخر فقرات حلقتنا النهاردة من رأي عام، وإحنا النهاردة موجودين داخل جهاز حماية المستهلك. من اسمه الهدف من هذا الجهاز هو حمايتنا إحنا كمستهلكين، حمايتنا من السلع المغشوشة، من السلع التالفة، من المغالاة في الأسعار، حمايتنا من الإعلانات اللي بتطل علينا من بعض الشاشات، إعلانات عن سلع، عن أدوية غير مرخصة. يعني الاسم على مسمى حماية المستهلك، هل يتحقق ذلك بالفعل على أرض الواقع؟ ده اللي هنحاول نعرفه من خلال جولتنا داخل بعض إدارات الجهاز، وأيضا من خلال حوارنا مع رئيس الجهاز اللواء عاطف يعقوب. برحب بحضرتك في رأي عام. أهلا وسهلا، نورتونا في جهاز حماية المستهلك، وإحنا في الحقيقة شاكرين، لأن إحنا فعلا حماية المستهلك كمنظومة حماية المستهلك بدون إعلام عن هذه المنظومة أو جذب نظر المستهلكين لحقوقهم يبقى عملنا محتاج دفع أقوى. عشان كده احنا اللي شاكرين تشريفكم النهارده. طيب قبل ما نبدا النقاش والحوار مع سيادتك، خلينا نشوف هذا التقرير ونرجع للواء عاطف يعقوب. مساء الخير يا سمعت المستهلك، شكرا مع حضرتك. بهدف رفع وعي المستهلك وحمايته من الممارسات الضاره لصحته واقتصاده، يحاول جهاز حمايه المستهلك استخدام احدث الوسائل لتحقيق ضبط الاسواق والعداله الاجتماعيه للمستهلك. 7 ساعات هي عدد الساعات التي يتلقى فيها مركز الاتصالات بالجهاز الشكاوى من المواطنين. الشكاوى اللي بتبقى موجودة عندنا شكاوى سلع، شكاوى خدمية، أي شكاوى مواطنين بيبقى عنده فيها مشكلة بيشرفنا بالاتصال، بس لازم يكون معاه الفاتورة أو الضمان أو أي شيء يضمن حقه، بحيث ان احنا نرجع للشركة او نرجع للهيئة القانونية عشان نقدر نحاجي الشركة او نحاجي الشاكين. المرصد الاعلامي لجهاز حماية المستهلك بيمارس دوره واختصاصاته وفقا للمادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، والتأكد من رصد جميع الاعلانات اللي بتم بثها في خلال وسائل الاعلام المختلفة من قنوات فضائية وغيره وخلافه، للتأكد من عدم احتوائها على أي نوع من أنواع التضليل. العديد من الخطوات تقوم بها وحدة تلقي الشكاوى من المواطنين بجهاز حماية المستهلك. أي عميل طبعا عنده مشكلة بتواجهه بيتم الاتصال بينا على الخط الساخن اللي هو 19588. بيبدأ طبعا دورنا هنا، بيبدأ ان احنا طبعا بنفتح المكالمة وبنستقبلها ونبدأ بنتعرف على العميل في البداية وبنعرف ايه المشكلة عنده، ومن خلال بقى سير المكالمة بنعرف ايه المشكلة ونبدأ نكتب كل خطواتها وده تقديم الشكوى بالنسبة لنا. ينسق الجهاز مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام القانون على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية، وتلتزم هذه الأجهزة بتقديم البيانات والمشورة الفنية التي يتطلبها الجهاز، وذلك فيما يتعلق بشكاوى المستهلكين والجمعيات. وبعد ما شفنا هذا التقرير عن آلية عمل جهاز حماية المستهلك، نرجع لست اللواء. مين اللي فكر في إنشاء هذا الجهاز؟ لا، هو خلينا نقول فكرة الجهاز أساسا إن هي جت لأن العالم كله كان في حماية المستهلك أصبحت جزء من اليقين الراسخ إن ده جزء من انضباط السوق. حماية المستهلك دي من فوق ال 120 سنة أو 140 سنة دلوقتي، كانت ابتدت في نيويورك 1889، دخلت في منعطفات كتيرة. أول علامة بارزة جون كينيدي بيدلي ببيانه المشهور قدام الكونجرس، إن هو بيقول لهم على حقوق المستهلك الأربعة، الأمم المتحدة بتاخد الأربع حقوق بتكملهم إلى 8، بيتم في آخر 1999 وهم بيقيموا الميلينيوم أو الألفية الثانية، ان هو بيعتبر ان ده جزء من انجازات البشريه في الالفيه الثانيه، ان هو يقر حمايه حقوق المستهلك كجزء من الحقوق الاساسيه للمستهلك. احنا عندنا في مصر هم بعتوا توجيه رئاسي من الجمعيه العموميه للدول قالوا لهم ضمنوا اطاراتكم التشريعيه حقوق المستهلك. مصر في 2006 كانت فتحت للتنافسيه، سياسات العرض والطلب، المستهلك ابتدى يضمحل في النص لان هي التنافسيه ما بين الشركات هي اللي سايده، ما فيش تسعير، اتلغت التسعيره، فطلع على استحياء القانون اللي هو اللي كان 67 لسنه 2006.
قانون احنا بعد 2011 لما كلفت بتولي المنظومة ابتدينا نستهدف ازاي ان احنا نرفع من منظومة حماية المستهلك. فابتدينا نتكلم على ان لازم يكون هناك جهاز قوي، يجب ان يكون اطار تشريعي قبل الجهاز قوي، لازم يكون عندنا استخدام للاي تي واللي هو التكنولوجي الجديدة عشان للتواصل مع اللي في مع المستهلك او مع كل وجمع المعلومة. الجزء الاخير اللي احنا بنؤمن بيه تماما اللي هو قوة المجتمع المدني في مجال حماية المستهلك، وده اللي هم اربع يعني محاور رئيسية اللي احنا بنقوم عليها في عمل جهاز حماية المستهلك. جميل جدا. طيب احنا هنتكلم عن كل هذه المحاور يمكن بشيء من التفصيل سيادة اللواء عاطف، ولكن خليني ادي فكرة للناس اللي هي مش عارفة انه في جهاز لحماية المستهلك. نقول لهم ايه؟ نقول لهم يا جماعة انه في هذا الجهاز اللي من اسمه يهدف لحمايتك من ايه؟ من الجشع، من ايه بالظبط؟ هو احنا عندنا القانون اللي احنا بنشتغل بيه بيقول ايه؟ ان سلعة او خدمة لا يشوبها عيب او نقص بغرض الاستخدام الشخصي او العائلي. تمام. يعني انا جبت تلاجة حطيتها عندي في بيتي وحصل فيها مشكلة بيجي لي. عربية بستخدمها باسمي وباسم مراتي وولادي حصل فيها مشكلة. انما عربية الشركة، عربية الحكومة، عربية التلاجة او التكييف في المجال التجارية، ده مش اختصاصنا، لان هناك اجهزة تانية تقدر ان هي تتعامل معها. ده نمرة واحد. نمرة اتنين، احنا عايزين نقول للناس ان انت اول حاجة للمستهلك ليك حق، بس طالما ليك حق عليك واجب. الواجب ايه؟ ان انت خليك مستهلك حصيف، يعني تمسك اول حاجة بحقك. يعني ما تروحش يقول لك تقول له عايز فاتورة يقول لك لا مش هديك فاتورة، تقول له طب خلاص، ولانك بعد كده هتبقى تلقى نفسك عايز تثبت ان المنتج ده وجدت فيه عيب، وعايز تثبت ان انت جبته من عند المكان ده، مش هتلقى، لانك انت تنازلت. مسألة انه يعني انه المستهلك يطلب فاتورة يعني فيها صعوبة شوية. يعني تخيل مثلا مواطن في قرية في قاصي الصعيد هيروح للبقال يقول له اديني فاتورة؟ لا، هو بس حضرتك احنا عايزين نفرق بين اللي هي المستويات. يعني مثلا على مستوى المدن لو الناس تبص وهم بتشتري، بص ورا الكاشير، هبص لقينا ان احنا موزعين دلوقتي حوالي 30,000 بوستر اللي هو سياسات حماية المستهلك. من حقك فاتورة، من حقك ترجع، لان الاسعد حاجة عرفت يعني بسعد بيها يقول لي انا قلت له خد رجع لي ده، قال لي ما برجعش، اقول له ايه اللي وراك؟ انا هكلم حمايه المستهلك. يقول لي طب تعالى احل لك المشكله. هات فاتوره، انا ما بديش فاتوره. طب انا هقول لحمايه المستهلك طب خد ادي الفاتوره اهي. يبقى اذا ان في اول خط دفاع هو المستهلك. احنا عايزين بقى نوصل المستهلك ان يعرف حقه. اما بالنسبه بقى اللي حضرتك تفضلت بيه، القانون الجديد بيقول ان الفاتوره وجوبيه والسعر شامل. بمعنى ان كان احد الاسباب ان الناس بتحج، حتى المستهلك بيحجم على انه ياخد فاتوره ايه، بيقول له عايز فاتوره، يقول له طب انا هحط لك 10% ايام ضريبه المبيعات، دلوقتي 14% اللي هي قيمه مضافه. ففي ناس بتستكتر ان هي تدفع حق الدوله، فبتقول له لا طب خلاص، بيجي ياخد، بيحصل فيها مشكله، ما بيقدرش يوصل لحقه. ده عباره عن سق تاميني في ايديك لعلاقه ان انت المكان ده هو اللي اشتريت منه. ففي القانون الجديد احنا طلبنا ان يبقى السعر شامل والفاتوره وجوبيه، من غير لو حتى السعر شامل والفاتوره وجوبيه. يعني انا دخلت لازم، يعني انا في اي محل لقيت في الفاترينه بدله، هي لقت فستان بكام، ب 1000 جنيه، ب 500 جنيه، ب 100 جنيه، ب 50 جنيه، يبقى داخل جوه هذا السعر المعلن في الفاترينه اي ضرائب ورسوم موجوده فيها. يبقى اذا هنا هنخلص من القصه بتاعت ان المساومات اللي كان بتحصل، وانت عندك دولة ليها حق ان هي طالما في قانون وفي ضريبة فبتبقى وجوبية. يبقى احنا ننتهي من هذا الموضوع. اما بقى الناس ساعات يقولك ايه، هو في حاجة اسمها في حاجات بسيطة، طب ما هو رغيف العيش اتباع برسيت بإيصال. يبقى اذا ما فيش حاجة اسمها احنا عايزين نطور. هل احنا راضيين عن الموقف الحالي اللي هو اللي موجود؟ دايما التطوير له ثمنه. يعني الناس ساعات تقول لك ايه، انا لا واحنا خلينا كده. طب ما انت في الاخر المضرور، يعني انت جايز ان انت بتنقذ نفسك من 10% تيجي على 100%. الموضوع فيه جدية،
والقانون الجديد الحمد لله اللي احنا يعني كويس. انا حضرتك جبت سيره القانون، يعني من امبارح بدات المناقشات في مجلس الحمد لله اخيرا. ايه الجديد في التعديلات؟ خلينا نقول القانون ده من 2014 احنا مخلصين والحمد لله، يعني المهم كل حاجه ليها توقيت. احنا عملنا طب ليه تاخر كده؟ والله انا اشوف هقول لك حاجه، احنا يعني دايما كل تاخيره فيها خيره زي ما بيقولوا، لان في كل التأخيرات دي احنا استغلناها. يعني احنا دايما نقول ايه، القطر موجود لسه في المحطة وممكن يحمل ركاب تاني، فكان ان كل شوية ان احنا نلقى مشكلة في السوق ندور لها على تأصيل قانوني ما نلاقوش، نروح مقترحين مادة في القانون الجديد، يعني مثلا زي التايم شير. يعني لما جينا بقى الناس تيجي لنا وتقول لك الحقونا ما فيش، نروح لوزارة السياحة يقول لك ان ده مش اختصاصنا، ده مش مسجل عندنا، فنفاجئ ان في ناس بتتعرض لنصب علني، وفي ناس فيها فعلا ان هي بتاخد حقها بالتايم شير. وانت عارف حضرتك ان هو دلوقتي بتوصل ايه في محطات البنزين في المولات، بيقتنصوا الزباين بتاعتهم، وفي ناس ما بتقدرش ان هي يبقى مغرر بيها، تعالى الحق وهتروح شرم الشيخ، هتروح الغردقه، هتروح، ويفاجئ ان هو بيشتري وهم. فعشان كده برضو يعني مثلا الاعلانات المضلله، احنا من الحاجات الجميله اللي موجوده في القانون الجديد ان احنا بنقول لا يحظر الاعلان عن اي مشروع او حتى عماره سكنيه او تقسيم اراضي الا لو كان واخد التراخيص بتاعتها، عشان نضمن ان في اللي بيبيع ده جد. واحنا لو كان ولازم يحط في اليافطه اللي هو رقم اللي هو الترخيص بتاعه. واحنا بعد كده يعني قبل كده احنا عملنا اعلان مضلل، كان مشروع في على الساحل الشمالي، قالوا ترخيص من مدينه الحمام رقم كذا او كان مدينه العالمين، فرحنا واخدين الترخيص لان احنا رحنا صورنا ورحنا هناك، الترخيص ده من عندكم؟ قال ما عندناش. فالناس اتغرر بيها لان جالهم في قناعاتهم ان في ترخيص، فاعتبرنا ان ده اعلان مضلل وعملنا قضيه واعلنا عشان نحذر. يعني احنا طول النهار شفتوا الاعلان ده على قناه تلفزيونيه مش كده؟ لا ده كان اوت دور اللي هو موجود في اللي هي الاعلانات اللي هي موجوده في الشوارع كان على طريق الساحل الشمالي. انما بقى بالنسبه للاعلانات اللي بتطلع في ساعات برضو بيطلع مشروع الاحلام، بيطلع فيه فضائيات، احنا عندنا مشكله كبيره جدا 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 فيما يختص بالاعلانات المضلله. ليه؟ هل تعلم حضرتك ان مثلا زي دولة زي سلوفينيا بيجي لي منها 35 قناة، قبرص بيجي لي منها حوالي بتاع 40 50 قناة، وعندنا في ابتدى الجبل الاسود بيجي منها قنوات مرخصة هناك ولا قنوات؟ ده بيجي بيحصل ايه؟ ان بيجي ناس تروح تشتري ترددات من اللي هي الاقمار الصناعية زي كان نور سات، وكان في بعض الاقمار اللي هو القمر الاوروبي، وبتاخد التردد ده بتيجي تروح تبتدي تعمل فوتو، ابتدى بيسموها الفوتوشوب، ان هو يبتدي يبيع منه، والناس اصلها تقول لك ده كان في اعلان في التلفزيون، او ينزل منتجات. وانت تعلم حضرتك ان في مع الاسف والاسى ان في ممثلين لهم قيمه وقامه في حياتنا ابتدوا ينجرفوا الى اعلانات عن سلع غير مرخصه وعن أدوية أو منتجات تمس الصحة والسلامة. ممثلين فنانين يعني. فنانين؟ يعني أنت عارف حضرتك، وإحنا حذرنا منهم قبل كده وقلنا يا جماعة ما تنجرفوش، أنتوا قامات كبيرة وبنحبكم، والناس ده يجي يقول لك فلان الفلاني ده عمل إعلان، مش معقولة اللي إحنا المطرب المشهور أو الفنانة المشهورة أو الممثل المشهور هيعمل حاجة وتطلع مش حقيقية. وبيتضح يعني زي مين يا ست لو؟ لا احنا زي مين عندنا الأستاذة الكبيرة هلا فاخر كانت بتعلن على مركز خدمة لزانوسي وهو مش زانوسي، وما كان معمول له قضية، وان صاحب المركز جاله أكثر من حكم منهم عقوبات سلبة للحرية. الناس بتتصل عايز تكلم حتى ال 140 يقول له أنا عايز زانوسي، يروح مديله رقم بتاعهم هناك، أنتوا زانوسي؟ أه زانوسي. يجي له حد حاطط البادج بتاع زانوسي ويخش وبعد كده يجيب له قطع غيار غير اصليه او مبالغ في السعر او ان هو باصلاح معيب، فيجي بعد كده ان هو الشركه الاصليه اللي هي دي تبع الكترولوكس العالميه السعوديه هي الموكيل، زي مثلا الاخ الفنان المشهور ايهاب توفيق اللي هو كان بيعلن عن
منتج كان مسميه جود باي دايابيتكس او مع السلامه يا مرض السكر. والمرض ده ان هو العلاج ده، وكان بيغني يقول هديه امريكا لمصر والسعوديه. انا لما يجي واحد بقيمه الفنان المشهور المنتشر ان هو يقول على حاجه زي كده، ايهاب توفيق، انا عايز اقول لحضرتك حاجه. الاستاذه الدكتوره ايناس شلتوت اللي هي رئيسه جمعيه مرضى السكر جات لي هنا في المكتب وقالت لي، انا جات لي ست طيبه غلبانه من اسوان، قالت لها يا دكتوره ادي الغويشه اللي ما بملكها في حياتي، انا رايحه ابيعها عشان اشتري الدواء المعجزه ده عشان المرض العين اكل في جسمي. فقالت لها يا ستي ده مرض، ده دواء ما مش ما يعني مش مالوش مرخص عندنا ولا ليه يعني، ما عند ما فيش دواء. احنا لما رجعنا لوزاره الصحه، وزاره الصحه عندكم حاجه زي كده؟ قالوا لا. رحنا السعوديه قالوا لا. فالنهارده لما يجي ان انا اجيب حاجه زي كده وان انا اروج لها الناس، فرصه ست اللي هو يعني تقول لنا برضه زي الاستاذ برضه محمود اللي هو كان احمد اللي هو كان بيقول لو راجل او كل عن منتج، برضو المنتج ده بيقول ان هو يساعدك على خفض الوزن. فما جينا نجيب هناك المنتج بتاعهم، ده مين اللي كان بيمثل في الاعلان ده؟ يعني انا اعتقد تذكرت اسمه الممثل الكبير احمد ماهر، وهو قيمه قامه في التمثيل، واحنا كلنا من المعجبين بقدرته وقوته في التمثيل. انما ازاي ان هو ابتدى يقول لك لو راجل كل، وبعدين نيجي ندور على المنتج يقول لك ده هو بيتباع على انه ده بيخسس. لقينا في معهد القومي للتغذيه واخد التصريح بتاعه على ان ده مكمل غذائي. مكمل غذائي يبقى ده اللي هو فايبر، حاجه ان هي تسهل في الاكل فده بيعتبر اعلام مضلل، لان في هنا تضليل للمستهلك ان هو يوهمه ان هو على قدرته بنتائج، النتائج دي غير محققه. طبعا انتوا يعني احنا يمكن قبل ما نصور خدنا جوله في الجهاز، وحضرتك وريت لنا المرصد الاعلامي بالزبط. عندكم بترصدوا حوالي 24 قناه اعتقد زي ما حضرتك قلت يوميا. متغيره طبعا، متغيره يعني، يعني احنا كل يوم بنوجه، لما بيجي لنا بيقول ان مثلا قناه كذا بتعمل اعلانات مضلله بنروح موجهين عليها ونرصد لها ال 24 ساعه. وبعدين ناخد عندنا ويعني زملائنا اللي هم العاملين في المرصد يبتدوا يطلعوا ما هي المنتجات اللي هي بيعلن عنها. الخطوه اللي بعد كده ان احنا نتواصل مع الاجهزه المعنيه، سواء صحه سواء زراعه سواء صناعه ايا كان، نشوف اذا كان المنتج ده مرخص ولا لا. ودايما نقول المنتج الذي ليس له ترخيص هو العدم سواء، لان النهارده يبقى معناه ان انا يعني انت تعرف حضرتك احنا كنا عاملين حمله على الادويه المهربه بمعلومات جات لنا عن ادويه مهربه موجوده في مثلا في صيدليه مشهوره، سلسله صيدليات من اللي هي من الاسم الاسماء المشهوره. وجبنا من هنا كان من ثلاث صيدليات هنا 216 دواء مش مسجلين في وزاره الصحه. مهربه. طيب الناس تيجي تكلمهم يا جماعه بتشتروا ليه الادويه دي؟ يقول لك لا ده اصل الماده الفعاله في الدواء اللي جاي من بره احسن من الماده الفعاله اللي موجوده في مصر. هرد عليهم بالحكايه دايما اللي انا بحكيها وبقول عليها بقالي ثلاث سنين بحكيها، ان في مطار سويسرا واحد اتصل بنته بتشتغل في شركه فايزر قال لها انت النهارده هتعشيني ليه؟ لان انتوا مصدرين لمصر اهو مليون قرص من دواء اسمه زانكس. قالت له احنا مش مصدرين لمصر بتاع ده. قال لها ازاي ده عندي اهي جايه من مصنعكم بتاع الصين ودخلت المخزن وبكره طالعه بالكارجو على مصر. جريوا على هناك لقوا مليون قرص جاي مضروب اللي بيسموه اللي هو مقلد، وان هو بشركه فايزر بطباعه فاخره بتغليف فاخر وكان جاي ينزل مصر يتباع. لما جم حلوه ما فيش ماده فعاله. فعشان كده بنقول اللي بيجي من المصدر الشرعي يبقى ده الدولة مسؤولة عن تداوله وأصبحت شريكة في تداوله. يعني النهاردة في، لأن هناك أدوية لها أضرار جانبية، هناك ابتدى مادة فعالة، فالدولة كونها إن هي تبقى أجازته يبقى هي الدولة المسؤولة عن كده. عشان كده إحنا من الحاجات اللي بنشتغل فيها مع وزارة الصحة اللي هي التراك أند تريس اللي هو التتبع للمنتج، بحيث إن إحنا نميز المنتجات الأصلية عشان إن إحنا نقدر ان لو في السوق نقدر ان احنا نعرف المقلد من اللي هو الاساسي اللي هو اللي موجود.
طب سيد اللواء عاطف، يعني احنا نرجع لمناقشه مجلس النواب اللي بدات امبارح لقانون حمايه المستهلك، كان فيه عباره يعني اثارت وما تزال جدل، عباره السعر العادل. البعض فسرها انها يعني عوده الى التسعيره الجبريه. انا كلفتني كتير قوي لان انا كنت حاطط فيها كلمه السعر العادل، يعني كنت مصر عليها بشكل يعني غير عادي. ليه؟ وبعدين السعر العادل ده لازم ان هو يعني عارف زي ما يقول ايه، ما هو يجب ان يسود السوق السعر العادل. التاجر ما حدش بيقول لي التاجر يخسر، وما حدش بيقول ان التاجر ان هو بيفتحها، هو مش فاتح عمل من اعمال خيريه، انما هو بيفتح عشان ان هو يتكسب منها. انما احنا ضد ان هو يبقى فيه نوع من الاستغلال او ان الجشع زي ما بيقولوا. وانا على فكره مش من هوات ان كل واحد يقولوا ايه جشع التجار استغلال التجار، لا، ده هم نسيج من نسيج المنظومه الاقتصاديه اللي موجوده في الدوله، لان من غير تاجر المصنع هيقفل يعني. فاحنا لازم بس تتكلم على كنا بنقول ايه بره، والمثل اللي كان بيقولوه للراجل اللي لقى الكاكاو وسعرين وقال له طب ما انت مش حاطط ليه السعر اللي جالك جديد طالما ان هو غلي على القديم، قال له انا مش حرام. ليه؟ لان اعتبر ان هو ياخد حق غير حقه، ده مش من يعني مش من اخلاقيات الراجل اللي عنده سوبر ماركت قد كده كان في ايرلندا. فهي النقطه ايه، احنا طول عمرنا بنتكلم على التاجر الامين والتاجر الشريف اللي هو التاجر اللي من غير المستهلك التاجر في اخر السنه ممكن يقفل. فلما لم تكن تسود العداله او السعر العادل ان هو في السوق، لان حتى المضاربه يعني انا ساعات بقول للصناع ده ازازه الميه في المصنع بتكلف ملايين الملايين وبيجي الكشك بيكسب اكتر منه. لو حصل مضاربه على سعر المنتج انا كمستهلك هدور على منتج اقل في السعر من نفس ايه الجوده، فهنزل وهقارن اقول لي يبقى السعر اللي هي المقارنه السعريه هي اللي هتخليني اشرب اجيب اشتري ده ولا ده. فمصلحه الصانع انه يحافظ على السعر التنافسي للسلعه بتاعته بما قيمتها التنافسيه او السعريه اللي موجوده في السوق. كويس جدا ان حضرتك استخدمت مصطلح السعر التنافسي. يعني هل السعر التنافسي هو السعر العادل؟ انت عارف حضرتك التنافسيه هي القادرة الوحيدة على اللي هي تجيب لك السعر العادل. ودايما بقول ايه، تعالى هاخدها عشان ما يقولوش ان احنا بنتكلم كخواجات بنتكلم على الشوبينج مولز واللي ابتدى. انا هتكلم على احنا كنا رافعين راية بنقول عايزين ان احنا يبقى في كل حي وكل مركز سوق، السوق ده منظم. والسوق انا كان ليا تجربة وانا ضابط صغير كنت في قسم المعادي واختاروني ضابط مباحث تموين، فكان عندنا سوق في المعادي كان فيه مشاكل كتيره قوي. فجينا عملنا ايه؟ رحنا عاملين كان رحت عامل كان حتى على حسابنا رحت عامل حته خشب 20 في 20 او 25 في 25 وكتبت عليها من 1 لغايه 200. تعالى انت اسمك ايه؟ احمد علي طلخان. انت اسمك ايه؟ انت اسمك ايه؟ كل واحد ببياناته. بقى اصبح كل واحد موجود في السوق ليه بيانات موجوده ومعروف هو ايه ومحطوط السعر بتاعه اللي ابتدى اللي عنده الرقم بتاعه مقروء من الدوله. مشكله ان انت مش قادر تقرا الاقتصاد الغير مقروء في الدوله. اللي عارف حضرتك لو انت جيت عملت الاسواق دي رحت دورت على المتخللات او اراضي فاضيه ان انت تعمل حتى استيلاء مؤقت عليها وتنظمها ويبقى في اشتراطات صحيه وبيئيه وكل المنتجات اللي فيها، لو القطة بخمسة جنيه وأنا حطيت القطة بتاعتي بخمسة جنيه واللي جنبي حطها بخمسة جنيه هروح أشتري من مين؟ أشتري القطة بتاعته أحسن. التاني لو لقى إن هو ما بيبيعش هينزل بسعره. لو الناس جيت على التاني ده اللي عنده القطة الأحسن هينزل بسعره. والتنافسية تخليك إن أنت تاخد أحسن سعر بقيمته الحقيقية في السوق. إنما في احتباس عن التداول بقصد رفع السعر. في ممارسات بتبقى فيها احتكارية. نوع من احتكاريه مع الاسف ان في بنبص نلاقي مثلا ان ساعات ممارسات احتكاريه على اكبر مستوى. يعني احنا اول ما جينا هنا كنا قبل ما الدستور يخرج التامين ويخرج المعاملات البنكيه ويخرج من نطاق حمايه المستهلك لانه بالدستور خرجوا من عندنا، كنا احنا قدمنا بلاغ ضد شركات التامين كلها. ليه؟ لان احنا كنا اكتشفنا ان هم
قالوا ان العربيات بتتسرق، فالتأمين الشامل هيغلى. يعني هنخسر فيه، لان في عربيات بتتسرق كتير بنضطر ندفع فلوسها. احنا نخلي ال 100% 75%، واللي عايز يعملها 100% اعمل وثيقه تكميليه. فاحنا لما جالنا الكلام ده وعرفنا واشتغلنا فيه ولقينا ان في فعلا طلع توجيه من الاتحاد بتاعهم اللي هو بيجمع كل شركات التأمين، فقلنا طالما ان هم قعدوا على ترابيزه واحده واتفقوا على تقسيم السوق وزياده الاسعار يبقى دي ممارسه احتكاريه، ورفعناها يميها للجهاز حمايه المنافسه، لان احنا نؤمن بالتكامل اللي بين الاجهزه وبعضها. انت تعرف حضرتك ان احنا مشكلين هنا في الجهاز اللجنه العليا للرقابه على الاسواق. لما جينا نشتغل قلنا هل احنا الكي بلاير بس او اللاعب الوحيد في مجال اللي حمايه المستهلك؟ لا طبعا، حمايه المستهلك بتبتدي من بره، لو في سلعه جايه من بره بتبتدي من بره قبل ما تبتدي عندي. ففيها السيد رئيس هيئه الرقابه على الصادرات والواردات، السيد رئيس مصلحه الجمارك، السيد رئيس ابتدى مساعد وزير الداخليه المباحث التموين التجاره الداخليه الرقابه والتوزيع، مساعد وزير الصحه للطب الوقائي، ومساعد وزير الصحه للفارماسيوتيك اللي هي الصيدليات، عندنا اللي هي كمان في المواصلات والجوده الرقابه الصناعيه، وكل الاجهزه المعنيه. ودخلنا حاليا الضرايب كطرف. ليه؟ لان احنا لقينا ان كمان الضرايب لازم تخش عشان الممارسات اللي هي بغصب التربح لازم يبقى مقروءه من الضرايب، عشان ان اللي بيفاكر نفسه ان هو بيغالي وبيحط اسعار وبيكسب بدون وجه حق يبقى عارف ان الدوله من الناحيه الثانيه هتاخد حقها، هتاخد حقها منه. فيبقى عارف انه كل ما انا كنت بدور هبيع اكتر، هبيع بشكل افضل. يعني اجمالا ست اللواء، السعر العادل لا يعني التسعير لا لا لا، السعر العادل لا يعني ابدا، ان هي دي عادتنا. في احنا مخلصين القانون من 2014، والقانون ده على فكره لم نستقيه بس فقط من عندنا احنا، لما جينا عاوزين نطور الجهاز كنا عملنا توأمة مع ألمانيا وفرنسا وأسبانيا، وحطينا أحد الاشتراطات إن هم يساعدونا إن احنا نحط إطار تشريعي، وقلنا لهم احنا عايزين نبتدي من حيث انتهيتوا، مش هنبتدي من حيث هم بدأوا. فبقينا نجيب إن كل ما هو مطبق في العالم في مجال الضمان وفي مجال الصيانة وفي مجال اللي هي العمر الافتراضي للسلع، في مجال اللي هي العمالات الحرفية، في عمالة التجارية، في كل حاجة، فالإعلانات المضللة، وجبناها وحطيناها في مواد، جبنا من هناك مواد من عندهم وترجمناها وعدنا صياغتها وحطيناها في القانون الجديد، وجبنا احنا بقى اللي هي الحاجات اللي كانت بتصار لنا كل ما احنا ماشيين نبص نلاقي حاجة. وإيماننا بالمجتمع المدني ان احنا في القانون الجديد أفردنا له باب مخصوص، باب اللي هو الجمعيات الأهلية اللي بتعمل في مجال حماية المستهلك. وهي الجمعيات دي تبع ليكم ولا تبع لوزاره التضامن؟ لا، هي بتتبع وزاره التضامن. يعني ساعات حتى يجي يقولوا لي ايه احنا عايزين ان انت نبقى تابع كلهم. لا، احنا مش عايزين نخرج مفهوم المجتمع المدني والعمل المدني من مفهوم. احنا عايزين المجتمع المدني يبقى قوي، طالما المجتمع المدني بيشتغل اللي بيسموها السوشيال ريسبونسبيلتي او مسؤوليه مجتمعيه. انا مثلا خلصت في شغلي، عايز ان انا لسه عندي قدره، طب ما اخش انتج في جمعيه اهليه تعمل في مجال حمايه المجتمع، تعمل باي شكل، في مجال البيئه، في مجال حمايه المستهلك، في حمايه الحريات، ايا كانت، بس يبقى منزه عن الاغراض الشخصيه. فعشان كده احنا يعني انا لما ابتدينا كنا 17 او 16 جمعيه، احنا النهارده بنتراوح تقريبا 103 جمعيه. او ليها اثر الجمعيات دي في حمايه المستهلك؟ يعني انا بمنتهى الامانه اقول لك انا اتمنى ان هم تاثيرهم يبقى اقوى من التاثير اللي انا شايفه دلوقتي. يعني انا اتمنى دايما، بقول لهم انا بعمل اجتماع مفروض انه كل شهر مره، بس احنا بقالنا يعني كام شهر ما عملناش لضيق الوقت، وطبعا ساعات للامكانيات، لان احنا بنضطر نجيب ناس من اسوان ومن سوهاج، ساعات بقول لهم ان انتوا مفروض تبقوا اقوى من جهاز حمايه المستهلك. ليه؟ لان انا عندي ميزانيه باخدها من الدوله، الميزانيه دي بتديني اليات ان انا اشتغل بيها في ضوء ما توفره لي الدوله من دعم مادي او دعم في الافراد. انما المجتمع المدني ملوش سقف. يعني ممكن انت عارف في فرنسا يقول لك في هناك مجلس لحمايه المستهلك،
احنا وانت ممكن نعمل جمعيه، انما عايز ان انت يبقى ليك كرسي وليك صوت في هذا المجلس يجب ان يكون مسجلا لديك 10,000 عضو عشان ان انت تبقى ليك صوت موجود ويطمئنوا ان انت ليك صوت، وهو ده اللي احنا بنتك عليه. يا جماعه تذكر حضرتك المبادره اللي انا عملتها 1 ديسمبر السنه اللي فاتت اللي هي بتاعت الامتناع عن الشراء، وقلت دي مبادره المواطن عاطف يعقوب وليست اللواء عاطف يعقوب، عشان لو فشلت ما قولوش الجهاز فشل يعني، لان يعني انما لو نجحت نجح لي 100 اب. هي إنما نجحت ولا فشلت؟ لا نجحت طبعا الحمد لله. يعني انا عايز اقول، وعايز اقول لك حاجه، يعني ربنا كمان كان رحيم علينا لان اليوم ده حصل كمان نطره، فحسيت ان ايه، عارفه ما تحس كده ان زي الخمس دقائق الاخيره بتاع ماتش مصر، ان في ان لا ربنا مش هيسيبك، لان احنا غرضنا ان احنا مش ضد التجار، بالعكس احنا التاجر ده جزء من الاقتصاد القومي. يعني دايما اقول اول اجتماع عملته لرابطه مصنع السيارات وقلت لهم انتوا جزء اساسي من الاقتصاد، حتى لو كنت جاي مالتي ناشونال جاي تستثمر عندنا انت فاتح بيوت، الفتح البيوت ده انت كدوله مطلوب منك ان انت تؤهل لاي واحد بيشتغل ان هو يطلع محفظته ويستثمرها في مجال اللي بيستثمر فيه، سواء صناعه تجاره اذا كان في انشطه، وطالما ان انت حاطط لا هناك تمييز ولا في ان انت بتفضل ده عن ده. والمبدا العام اللي احنا دايما نقول يا جماعه طالما ان احنا ما حدش ماسك علينا زله وما فيش على راسنا بطحه، ما فيش حد فوق القانون. الكبير بالعكس يجب ان يكون قدوه للصغير. طيب احنا هنكمل لان احنا عندنا اسئله كتيره كمان عن الناس اللي بتخلط ما بين جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، الناس اللي بتتساءل هل في سلطة الجهاز إجبار البائع على تغيير سلعة معينة أخذها مواطن ومش عاجباه، العديد من الأسئلة. لكن بعد الفاصل نستكمل مع اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك بعد الفاصل بإذن الله. مرة أخرى من داخل جهاز حماية المستهلك، وبنستكمل حوارنا مع ست اللواء عاطف يعقوب رئيس الجهاز. برحب بحضرتك مرة أخرى. أهلا وسهلا. يعني في البعض بيخلط ما بين الجهاز جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، أين تلتقي وأين تتقاطع، في إيه الفرق بين الاثنين؟ لا ده مباحث التموين ده إدارة عامة في وزارة الداخلية ضمن الاستراكشر بتاع وزارة الداخلية. بتنسقوا معاهم في حاجات معينة؟ ما هم احنا تنسيق شبه يومي. يعني تعرف حضرتك احنا كان عندنا اول امبارح كان في ناس بتتلاعب بالسكر التمويني، وكان معلومة جاية عندنا احنا كلمناهم ونزلوا معانا، وفي حقيقة كانت نزولة مثمرة. امبارح والنهاردة برضو بنشتغل في فلاتر ميه مقلده، ودي برضو لان في ناس كانت بتشتغل عليها وبرضو اسمرت، سواء في مكان كان في مخزن في بنها وفي كان في منطقه الفجاله. فاللي على طول اللي احنا دايما نقول ايه، احنا لم نحضر الى السوق كي نحجب عمل اي جهاز موجود يعمل في الرقابه على السوق، عشان كده دي الفكره الاساسيه اللي هو يطلق عليها الجود جوفرنس او الحوكمه اللي هي الدستور بينص عليها، اللي هي اللي لازم تسود ان هي تنسيق ما بين الاجهزه الحكوميه في مجال طالما ما يشتغلوش في جزر منعزله. بالظبط ده انت ممكن حضرتك ان انت تبقى انت بتعمل حاجه هو بيعملها في نفس الوقت عشان كده احنا عملنا هنا في من الحاجات اللي احنا عاملينها ان احنا عاملين شبكه انذار مبكر. يعني بدل ما احنا لو انا جات لي معلومه يعني اي حاجه تقول ان في جهاز الجهاز ده يخشى منه على سلامه الصحه والسلام، على طول بخطر كل زملائي في الاجهزه الرقابيه
كان في مثلا مثال، كان في قدرنا نوصل لمعلومه ان كان بيتباع على الانترنت كارت اسمه نانو، النانو ده كانوا بيروجوه ان هو بينقص لك 25% من استهلاك الكهرباء، وجايبه مصوره وتحطه كده على السلك اللي داخل على العداد، ده بيقلل ده. فاحنا رحنا عندنا اداره اسمها اداره عامه للتحريات، احنا جبنا سلطه ضبطيه قضائيه، عندنا 51 ضبطيه قضائيه دلوقتي. عندكم دلوقتي سلطه ضبطيه قضائيه؟ احنا ما نعرفش ان يعني، عشان كده احنا الشغل. طب والعدد، العدد كافي؟ بص، هو عمر ما العدد يبقى كافي، انما العدد يبقى كافي لما انت تبقى مؤثر وان انت سريع. ودايما يعني المثال اللي دايما على لساني ايه؟ طفي الكبريته ولا الستاره اللي ولعت الكبريته ولا البيت اللي ولع مستاره؟ يعني اقول لك مثلا، يعني احنا في الشكاوى عندنا راست وعندنا كله بنشتغل بيبرليس، بنشتغل بالاحصائيات. لما شركه من الشركات نفاجئ ان مثلا السنه دي كان عندها، الشهر اللي فات كان عندها 82 شكوى، والشهر الجديد 182 او 280 او بيتصاعد، ما بنستناش عشان تحليل الارقام يقول القصه ايه، بنروح عاقدين على طول اجتماع، بنبعت لرئيس مجلس الاداره او العضو المنتدب او القائم عليها، بقول له انا عايز اقابلك وتفضل عندي اشرب شاي، احنا عندنا كذا، لازم تحلل لي ليه ابتدى في تصاعد. فهو كمان من مصلحته ان يعرف ان ابتدى يبقى في مشكله عنده تؤدي لزياده الشكاوى، بيقول لي انا هحلها. اقول له طب انت هتحلهم، طب هتعمل ايه عشان ما يجريش زيهم تاني؟ فيبقى ده هو اللي انت بتقدر ان انت تتجاوز، اللي بدل ما يجيلك 200 وتدور على موظفين عشان يحلوا ال 200، انت تقفل الحنفيه من الاول، من اول. طيب العدد المكاتب التابعه للجهاز في المحافظات قد ايه؟ احنا حاطين خطه في الحقيقه بنحققها بحسب ما توفره الدوله لينا من امكانيات. انا اتمنى، الدستور بيقول جميع المصريين متساويين في الحقوق والواجبات. احنا فتحنا المنيا، فتحنا قنا، فتحنا اسكندريه، فتحنا كفر الشيخ، الشرقيه بنعيد تاهيلها، وباذن الله الخميس او السبت الجاي هنفتح بني سويف. يعني سبع ثمان محافظات بس. هي ليها اللي احنا حاليا في مرحله التاهيل، السويس كنا نفسنا ان احنا نفتح اخر الشهر ده حتى يبقى بمناسبه عيد السويس في اخر اكتوبر. وعندنا برضو ايضا الاقصر بنعيد تاهيلها، هي والفيوم. طب لو المحافظات اللي ما فيهاش مكاتب لجهاز، المحافظات اللي احنا بنعتمد على يا اما مباحث تموين يا اما مديريات التموين. لا انا قصدي مثلا لو مواطن في سوهاج مثلا لقى سلعه تالفه او اشترى حاجه مغشوشه ممكن يتصل بيكم؟ هو بيتصل بينا، احنا بنتصل بالاجهزه الفاعله اللي هي اللي لسه موجوده، اللي هي اول شغاله زي مباحث التموين او واكثر من شكوى اتحلت ان احنا مثلا في حتت، وهناك حتت كمان تخرج عن، بيبقى مثلا حتى لو كان في كفر الشيخ، وساعات بيبقى في حتت مثلا دروب او في اسكندريه، في حتت بره اسكندريه، بنستعين بزملائنا في حمايه في مباحث التموين او في مديريات التموين. وهو ده اللي احنا بنقول، احنا مش متعارضين، بالعكس احنا كل ما احنا نبقى مع بعضينا نقدر يطلع مننا عمل، كلنا كسبانين. يعني في اللي هي القضايا الاخيره بتاع الفلاتر والسكر، طب ما هو ده مجهود لينا كلنا ان احنا بنبقى مؤثرين، والتاثير كل ما انت مؤثر كل ما بتوقف واحد كان هيغل عن غله. طيب جميل جدا. يمكن امبارح برضو صدر قرار من وزير التموين دكتور علي المصلحي بالزام كل المنتجين بوضع سعر اي منتج على العبوه، ده برضو بيساعد في مهمته. ده من افضل القرارات اللي احنا كنا يعني بنتمنى، احنا كنا حاطينها في القانون الجديد بتاعنا في ماده 17، ان هو السعر النهارده، هل في حد فينا راضي على الانفلات السعر اللي موجود؟ انا ما اعتقدش، لانك انت كان وصلنا لمرحله ان انت بتاخد حاجه من على الرف وتروح على الكاشير يقول لك لا ده السعر اتغير، السيستم غير السعر بتاعه. طب ما هو ده نفس الحته كانت موجوده قبلها بربع ساعه. يعني انا اتذكر مع تغيير اللي هو الدولار الفلوتنج او التعويم الدولار، ان في واحده راحت تشتري غساله وقالوا لها الحقي ده الاسعار هتغلى وبتاع،
قالت لهم طيب يلا انا هشتريها، راحت من الراجل اللي هو مكتوب عليه سعرها، راحت على الكاشير قال لها لا السيستم ادانا سعر تاني. طب ما هو دي نفس اشتراها بالسعر القديم اللي هو كان بالسعر الدولار اللي في الفتره دي. فالنهارده وجود السعر كالزام على المنتج اولا بيدي ان هو اي تلاعبات سعريه ان انت بتعرف بيها. نمره اتنين، احنا يعني مثلا فاكر بلاك فرايدي او وايت فرايدي وبتاع، احنا شفنا حاجات ما شفناهاش يعني دايما بره في اي حته في العالم. لو انت بتعمل خصومات بتلقى السعر الكبير تحت ثم سعر وسطي ثم السعر لو انت بتعمل عايز ان انت تعمل كليرنس او عايز تمشي بضاعه. احنا بقينا نلقى في مصر ان السعر اللي تحت اللي هو السعر الارخص ثم الاغلى ثم الاغلى واغلى، عشان يعملوا في الاخر يقول لك انا بدي لك خصم فيرجعوا للسعر اكتر من السعر الاساسي. طبعا الكلام ده مش موجود في العالم كله. كل التجارب اللي حبت تقلد يعني الدول الاوروبيه في حكايه بلاك فرايداي والحاجات دي يعني اللي هي التنزيلات الضخمه جدا، هل كان فيها يعني نوع من الغش؟ انا حذرت طلعت انا لما نزلنا ولقينا، بقول لحضرتك لقينا ان السعر اللي تحت ارخص من السعر، ما في ناس كان بيحط ستيكرز سعر على سعر على سعر، فما بقينا نرفع الاسعار ونشوفها نلقى الاسعار اللي تحت ارخص. فيعني ده كنا بنعملها ان ده اوكازيون وهمي او تخفيضات وهميه او اعلان وهمي، لانه بيدي لك ايحاء ان السعر الموجود ده السعر على غير الحقيقه، لان السعر الاساسي كان سعر تاني. فعشان كده احنا عايزين الناس، احنا بنراهن على وعي المستهلك وهو ده اللي يهمنا. يعني انا طب اعتقد المراهنه ست اللي هو على وعي المستهلك في ظل عدم وجود اليه لمحاسبه، اليه يعني اليه مناسبه لمحاسبه التاجر الغشاش او البائع الغشاش. يعني مش القانون الجديد، القانون الجديد ان احنا قد تصل الى عقوبات سلبه للحريه، واذا ترتب عليها اي ازاء بتبقى يعني هيبقى يعني سجن مشدد. يعني لان النهارده واحد يجيب لك ثلاجه ولا غساله مقلده ويحطها بتوصيلات واحد يكهرب منها، ارجع اقول لا ده مجرد ان ده في ظل القانون الحالي او الوضع الحالي مش تجاري وبس، لا الغش عقوبات الغش ده يعني احنا القانون الحالي بتاعنا قانون بيدي عقوبات من 5000 ل 100000 جنيه. واعتقد مع يعني النهارده حتى ال 100000 جنيه دلوقتي بقى 3 تناسب، لان النهارده انا عندي عربيات ب 5 مليون واكثر من 5 مليون. فالتاجر مش همه يدفع مش يعني. عشان كده احنا قلنا في القانون الجديد، القانون الجديد اللي عقوباتها تبقى من 10000 جنيه الى مليون جنيه، وتضاعف العقوبه في حاله العود، بحيث ان لو هو ارتكب نفس مثلا المخالفه مره اخرى ان القاضي ممكن ان هو يديله ما يسمى بالعود، ان هو تضعيف العقوبه. يعني لو هو بقى وصل من 2 مليون يبقى اللي بعديها تبقى 4 مليون، فعشان يبقى نسبه وتناسب. لان في ناس النهارده اللي يقول لك خد الفلوس انا مش فارقه معايا حاجه، لان اللي بيكسبوا بالغش والخداع اكثر كثيرا من ان هو يقف يتوقف عند عقوبه. هل من سلطه بس في حاجه برضه فيها مهمه قوي، ان هو العقوبات بتاعتنا والنشر في جريدتين وساعتين الانتشار على نفقه اللي صدر ضد الحكم. عندنا وسائل الزام ايه هي؟ لما بيحصل حد بيشتكي لنا يقول انا عربيتي بايظه او ثلاجتي بايظه او غسالتي او تلفزيوني، بنجيب الشركه الاول، محددين لكل شركه في مندوب بيتعامل مع مندوب عندها، هتعمل ايه للمشكله دي؟ لو بيرد علينا، لو رد وقال لا احنا ده سوء استخدام مثلا، بنبتدي نتصاعد لمرجعيه فنيه. في العربيات احنا مشكلين لجنه اسمها اللجنه الفنيه دي برئاسه الدكتور مهندس، ومعاه دكتور مهندس من جامعه عين شمس ودكتور مهندس من جامعه المطريه ومستشار من وزاره العدل، وعندنا الاستاف بتاعنا اللي هو الفني اللي هو يعني اللي معاه دكتوراه في الهندسه. بيجي المستهلك يقول انا عربيتي فيها كذا كذا، وبتيجي الشركه ترد عليه بكذا كذا. في وجود ناس فنيين يقدروا انهم يقروا الكلام اللي بيتقال ده مين صاحب الحق فيه. اذا ما طلب استكمال الفحص بان هو نودي العربيات لكليه هندسه عين شمس او المطريه لانهم عندهم اجهزه، او ان هم يقروا الكمبيوتر اللي هو اللي في اللي هي قاري العطال اللي حدثت بالعربيه،
عشان يقدر يعرف إذا الكلام ده صح ولا غلط. إذا ما انتهى إن في عيب صناعة بناخد الموضوع كله، والشركة ما لم تنفذ إن هي تزيل وتحل الشكوى بناخدها لمجلس إدارة الجهاز. مجلس إدارة الجهاز مكون من 15 عضو، في سيد نائب رئيس مجلس الدولة، الرئيس مندوب من الاتحاد العام للغرف التجارية، مندوب من الاتحاد الصناعات، وممثلين خبراء وممثلين للجامعات الأهلية. إذا أخذ قرار فأصبح قرارا ملزما، والقرار الملزم لا يعتمد حتى بالوزير المختص، يعني هو بمجرد صدور القرار أصبح قرار ملزم، لا مش محتاج أنه هو يعتمد من أي جهة. إذا الشركة نفذت خير وبركة، إذا لم تنفذ بنحيله للنيابة الشؤون المالية والتجارية بتهمة عدم تنفيذ قرار ملزم لجهاز حماية المستهلك، والنيابة بتاخده المحكمة الاقتصادية. النيابة الاقتصادية ما تاخدش كتير، إذا أصدرت حكم ولم يتم استئنافه على طول بناخد الحكم وبنزيعه. لو في عند حضرتك كان يوم السبت اللي فات مطلعين إقطار ان الشركه غشت نوع من البطاطس الرقائق اللي هي يعني بدون تسميتها عشان ما يبقاش اعلان، ان هي بالرغم انها شركه كبيره سمته، ممكن الناس تتحط في خلط او لبس، وان ده بنعتبره ان هو اعلان مضل، وان هم في تعدي برضه على حقوق الملكيه الفكريه والتسجيل العلامه التجاريه بتاع الشركه الاولانيه. فاخذوا صاحب الشركه اخذ فيه 3 اشهر سجن وغرامه. سجن؟ يعني حبس يعني اللي هو طيب. فيعني اذا هي المساله ان احنا بنمشي على البروس او على الاجراءات. نمره 2 بنهيب بالشركات. احنا الحمد لله ان احنا عندنا في تجاوب كويس قوي 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 من الشركات، لان الشركات لو عارفه دلوقتي ان الجهاز ما بيهزرش، الجهاز جد. لو في واحد عنده سوء استخدام ما بنقفش جنبه يعني. ودايما نقول للناس ما فيش مجاملات. يعني في مثل بيقول لك ما تقولش الناس احترموني، انت تجبر الناس على احترامك. يحترموك ازاي؟ لما يلقوك عادل في منتصف المسافه. جميل جدا. بس سياده اللواء، الصفحه الرئيسيه للجهاز على الانترنت فيها عباره كده احنا كتبناها رسالة للمواطنين: نحن ننصح بأن تتجه إلى مكان الشراء لحل الشكوى وديا، وفي حالة عدم تمكنك من حل الشكوى وديا يرجى التوجه إلى أقرب جمعية لحماية المستهلك لمساعدتك في حل الشكوى قبل التوجه للجهاز لتقديم الشكوى. يعني طب لا لا يعني بص حضرتك الكلام ده إن احنا بساعات بن إيه يعني مثلا واحد ساكن في شبرا الخيمة أو ساكن في مصر الجديدة، احنا هنا في الناحية التانية احنا بنحاول ندي باور لجمعيات حماية المستهلك ان هي تمثل المجتمع المدني، ان هي مثلا واحد راح اشترى من محل في مصر الجديدة، بدل ما يجي يعني ويجي في كوبري 6 اكتوبر و بنقول له لو يعني الاول هو محل لكش المحل محلهاش وديا يعني وديا عندك اوبشن تاني، ان انت لو انت مش قادر، لان خلي بالك حضرتك ان ساعات ان انت عشان تيجي لنا هنا انت بتتكبد نفقات، فاحنا ده نوع من التسهيل وليس من ان احنا بنترصد. عدد الناس يعني المستهلكين اللي بيجوا للجهاز كل يوم المتوسط قد ايه؟ احنا عندنا السنه اللي فاتت كان 38,000 شكوى او 800 او 900 وحاجه شكوى بطرق مختلفة، كل تليفون. احنا ايه وسائل الاتصال؟ الخط الساخن 19-5-88 من خط ارضي. بس في شكاوى من انه الخط الساخن ده ما بيردش. لا هو بس ايه العدد اللي موجود فيه عدد قليل، بس احنا تجاوزنا القصة دي بحاجة لطيفة قوي. يعني احنا عندنا اللي بيبتدي من 8:30 لغاية الساعة 4 طوال ايام الاسبوع ما عدا ايام الجمعة والسبت والعطلات الرسميه. في ناس بالرغم ان احنا في كل مره بنقول مخط ارضي بتحاول تتكلم من التليفون، فيقول لك ده انا مش عارف اتصل بيه، ده مش مهتمين بيه، بعيد تاني من خط ارضي. وفي ناس بتخط ارضي وبتتصل مثلا تقول شكوتها من سنترال، او ان هي بتبقى بتسهق. احنا لما جينا عملنا ازاي؟ عندنا قدره نطلع المكالمات اللي احنا ما عرفناش نرد عليها، فبنيجي اخر اليوم
يعني امبارح كان في 68 او 57 شكوى، بناخد الشكاوى دي وبنقعد ناس بتناسب مع عدد الشكاوى اللي بيجي لنا، وهم اللي بيتصلوا على النمر يقول له انت حاولت تتصل بجهاز حمايه المستهلك ايه شكوتك؟ فالناس حتى بتستغرب تقول له انت معقوله حكومه؟ نقول له اه، لان انت يهمنا ان انت صوتك ما يروحش. بس ما بتفكروش انه مده اللي هو الاتصال بالتليفون، يعني انت حضرتك بتقول لي من 8 ل 4 ونص تقريبا، والعطلات الرسميه انا اتمنى صوتي على صوتك تزيد. ان ما هو تزيد دي مع الاسف احنا يعني بنبتدي في وقت كان غير مناسب. ايه هو؟ ان الدوله النهارده مختصه بالعاملين المدنيين اللي فيها، وان موازنه او ميزانيه الدوله ان هي ما فيهاش زيادات الاعمال، لان عندك جهاز اداري مكبل لقطع التنميه، لان كان كلنا نعترف ان كان في مجاملات ان في ناس بتشتغل بتروح يقول لك ايه عايز اشتغل في الحكومه بدون وظيفه. فما جينا ان احنا نسهر على الساحه واتولدنا في ساحه جديد بنتعامل كاننا بالظبط، بنقول لهم لا يعني انت بدل ما تديلي السنه اللي فاتت متر قماش انا طولت، مش متر قماش مش هيستر، لان انا عايز ان انا امكانياتي. فبنحاول دلوقتي ان احنا ننتدب من الدولاب الحكومي، وانا قدام حضرتك اهو بقول اي حد من خصوصا من ولادنا اللي هم لم يتجاوزوا ال 30 او في حدود ال 30 سواء باي التخصصات موجود ان هو يحب ان هو يعمل في جهاز حمايه المستهلك يتصل بينا او يقدم لنا ان هو البيانات بتاعته، واحنا هنقعد معاه، واذا كان ان هو يقدر ان احنا يعني يكون جزء من المنظومه بتاعتنا هنطلب انتدابه للعمل سواء في الجهاز او في الفرع الجغرافي، لان احنا فعلا طالبين. بس لما بنيجي نقول لهم لتنظيم واداره بعت لنا يقول لك ما خلاص ما فيش تعيينات جديده في الدوله، وبالتالي بالاضافه ان احنا منتظرين كمان القانون الجديد، لان مع القانون الجديد هنقدم هيكل وظيفي جديد. لان مثلا النهارده احنا بنفتح، لما انا استلمت الجهاز ما كانش عندي فروع جغرافيه، انا دلوقتي بعمل فروع جغرافيه، ده يتطلب ان يكون في ادارات او بناء هرمي ان هو عشان يبقى يعمل كنترول على المنظومه، ومن هنا ازاي ان هو هيؤدي الى اللي هو التواصل ما بين بقيه اجهزه الجهاز وهذه المنظومه. ما كانش عندنا، انت عارف حضرتك انا هنا انشات ادارتين انا بعتبرهم يعني مهمين جدا. عملت اداره اسمها اداره حمايه حقوق المستهلك السائح، وقلنا السائح هو السائح ده ما بيجي عندنا مش مستهلك. لو انت طلعت وضحكوا عليك مش هترجع تقول مصر دي، ما اوعى تروح مصر حصل فيها. انا لسه مستلم جواب شكر من السفاره السنغافوريه، لان واحد سائح جه هنا من سنغافوره، راح منطقة الهرب اشترى بعض المشتريات، اداه بالكارت المشتريات ب 1300 جنيه، لما رجع سنغافورة لقى ان هو اتسحب 13000 جنيه. فسواء على الخطأ او عن عمد، المهم انه بعت شكوى لسفارته بعتتها لوزارة الخارجية، جت نزلنا وجبنا وحققنا، وعندنا في بتوع التحريات قدروا يوصلوا فين المحل والمحل ده ومين اللي كانوا الوسيط اللي جابه اللي هو اللي كان التور جايد اللي معاه، واللي جم المحل قال لك لا احنا ده خطا وعايزين ندفع الفلوس. حتى كان في فلوس مبلغ قال لك ده احنا كنا للراجل اللي جابه لنا اللي هو السمسار اللي كان معاه اللي جابه لنا دفعناه، قلت لهم ملناش، ده هو اللي اتسحب منه يرجع الفلوس. فدفع الفلوس ورجع والسفاره جت استلمتها بجواب رسمي، وجالي جواب شكر بيقول لي ان احنا بنشكر مصر وحكومه مصر اللي اهتمامها بمواطنين. عاملين كمان اداره مهمه جدا اسمها اداره حمايه حقوق المستهلك من ذوي الاحتياجات الخاصه. تخيل بقى واحد يروح يشتري سماعه اذن عشان ان هو يرجع يندمج في المجتمع من تاني وتطلع بايظه، وان ممكن الشركه تقول له لا ده هو كده وانت كده. يبقى النهارده الحاجات الهامه دي عارف دي مهمه جدا، لانها بتقدر على المدى الطويل للسائح ده ان هي ممكن ان هي تدي ايمج ديك في. وانا يعني انت عارف حضرتك لاهميه الموضوع ده، احنا عندنا كان طبعا مشكله اللي هي كانت مع السواح الروس. حمايه المستهلك ده جزء دلوقتي اصبح من اجنده الامم المتحده،
في 22/12 سنة 2015 أصدرت الجمعية العمومية للأمم المتحدة، كان احنا اشتغلنا فيها محددات جديدة لحقوق المستهلك والتجارة العادلة والتجارة الإلكترونية والإعلانات المضللة وأحالت الموضوع على منظمة دولية اللي هي الأنكتاد اللي هي منظمة المؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، عشان قالت لها هاتي كل خبراء من الدول العالم وقعدوا قولوا هتنفذوا المحددات دي ازاي وازاي هتساعدوا اللي هو بيسموه الفنربل كونسيومر او المستهلك الضعيف، ان هو والدول اللي ما عندهاش منظومه ازاي هتساعدوها، الدول اللي هي المتقدمه تساعد الدول اللي هي الناميه كان نائب رئيس هذا المؤتمر مسز انا بوبوفا وزيره حمايه المستهلك في روسيا، حضر 450 عضو من 150 دوله. انا كنت تم اختيار الرئيسه لهذا المؤتمر الدولي اللي كان اول مؤتمر في التاريخ في الامم المتحده. ففي وسط الجلسات كده بقول لها احنا عايزين نتعاون في المستقبل يبقى في تواصل بيننا وبين بعضينا، ده سؤال. راح ترد عليها بسؤال، قالت بتعمل ايه في السياحه؟ فقلت لها انا عاملين اداره اسمها اداره حمايه المستهلك السائح، وانا منزل تطبيق على الموبايل اسمه تطبيق حمايه المستهلك، انا عايز الناس تكتب تخش على الاب ستورز او البلاي ستورز وتكتب جهاز حمايه المستهلك بالعربي او سي بي اي بالانجليزي، هينزل لها التطبيق، عندنا النصايح، عندنا الاخبار، عندنا الارشادات، عندنا ازاي تقدم بلاغ، ازاي ان انت تقدم شكوى، وعندنا في ما يسمى بالريكول. الريكول لو انت في العربيه، احنا السنه اللي فاتت عاملين 53 ريكول عن عربيات اعلنت بره ان عندهم مشكله في جزء مثلا في العربيه، واحنا لقطناه من على النت، جبنا الشركات اللي هنا قالوا موجوده، طب تعالي هتعملي ايه عشان نصلح على حسابكم وتوفروا قطع الغيار وازاي هنخلي ده جميل جدا. بس بالنسبه للتطبيق ده السائح هيعرفه ازاي؟ ما انتوا لازم يكون عندكم. احنا بقى في على التواصل وكنا تواصلت مع السيد وزير السياحه بالظبط وهيئه قلت له مع هيئه تنشيط السياحه مع الاتحاد العام اللي هم التور جايدز اللي هم المرشدين السياحيين، عشان يقولوا لهم انت اول ما تخش على واي فاي نزل التطبيق ده عندك. فانا عارفه اما قلت لها كده، قلت لها وادي التطبيق وادي مبتدا عربي وانجليزي، ان احنا عشان لو في شكوى او في اي حاجه ان هو، قالت لي ذيس فيري جود ايديا. فاحنا احنا كلنا في فتره لازم نزق في البلد، كل واحد على قدر امكانياته ان يزقه من ناحيته. انا الوقت يعني ما بقاش كتير، لكن في كم سؤال كده مهمين للمستهلك. لو في حال رفض الشركه تغيير او استبدال السلعه يعمل ايه المستهلك؟ لا هو بيجي لنا وبيخش في البروسيس اللي هو في الاجراءات اللي هي بتاعه الفحص، ممكن بنحولها على برجعيه فنيه، لو جهاز تكييف تلفزيون بنروح للمواصلات والجوده عندهم كوادر فنيه هائله جدا بتدينا تقول اذا كان ده عيب صناعه او سوء استغلال استخدام، لو هي سوء صناعه او عيب صناعه بناخده بقى، لو الشركه لم تستجيب بنروح طالعين على طول على المجلس نطلع قرارا ملزما، اذا لم ينفذ يبقى عندنا نيابه ومحكمه وقانون حمورابي اللي هو فيه عقوبه التجريس اللي هو الاعلان في جريدتين وساعتين الانتشار على نفقه الصدر ضد الحكم. انتوا السنة اللي فاتت اصدرتم تقرير بعنوان ليك حق، ايه اهم ما في هذا التقرير؟ احنا دايما عشان نقدر نعمل خطتنا اللي هي المستقبلية بنبتدي ندور ايه نقطة القوة، نقطة الضعف، ايه اللي هي التحديات، ايه الفرص اللي هي السبب اللي احنا بنشتغل عليه. فمن الحاجات اللي هي الجيدة ان ابتدى النهاردة احنا موزعين زي ما قلت حضرتك بوسترات على في معظم الشوبينج مول والمحلات، ونزلنا في الاحياء الشعبيه وحطيناها، وابتدت الناس دلوقتي الحاجه الجميله اللي احنا بنحسها بيقول لك ايه ده، انا قلت لها هتشكيك في حمايه المستهلك فقال لي لا احلها. يبقى اذا احنا بندور على منظومه وليس جهاز حمايه المستهلك، ان في عندنا وعي للمستهلك اللي بيتمسك بحقه، وعندنا وعي المستهلك انه يقدر يوصل للمرحله الثانيه انه يجي يشتكي، لان في واحد بيقول ما بيكملش. يعني النهارده حضرتك مثلا من الاجندات اللي هي اللطيفه ان الناس ابتدت تشعر بيها، ان احنا لما طلعت التصريح وقلت
ان المينيمم تشارج ليس بقانون، وان كل اللي هو بيتحسب ده في كافيتريات لا هي مرخصه لا سياحه ولا مرخصه اساسا من الحي، ويقول لك مينيمم تشارج اصل انا مكان سياحي. فالنهارده الناس لما بتقول له لا انت ليك حق المينيمم تشارج بقرار من وزير السياحه في الفنادق الفايف ستارز اللي هي الخمس نجوم، وكمان مش كده ده قانون هناك حط قيود ان انت تحط الاسعار على في حته ظاهره وتكتب ان المكان ده فيه اللي هو حد ادنى للطلبات، انما غير كده اللي بيحصل في 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 مصر كلها في الكافيتريات او في الاماكن يعني ملوش، انا ما شفتوش في حياتي في اي حته في العالم. احنا لازم ان احنا نقول للناس اللي هو بيحاول يستغلك لازم ان انت ما تسيبوش يستغلك، لا يستغلك تعلم. ياما الناس بتقول ان انا دفعت، طب عملت ايه؟ ما عملتش حاجه، احرجت. طب ابعت لنا قول لنا احنا عندنا بتوع التحريات بينزلوا هناك بيشوفوا اذا كان حاطط مينيمم تشارج بتروح عامله له قضيه، وان احنا على طول ان احنا وبنبعت بقى اذا هو حتى ترخيص سياحه. يعني انت تعرف حضرتك في من الحاجات اللي احنا عملناها واحد واخد ترخيص سياحه في حلواني ومخبوزات، فاما رحنا هناك قال انا واخد تصريح سياحه بالنسبه للاسعار، قلنا له طب هات لسته الاسعار اللي طالعه من وزاره السياحه، راح واخدين الليسته دي وطلعوا على الارفف يقارنوا الاسعار لقوا ان هو مزود في الاسعار اللي واخد بيها. فاحنا يعني بنبذل قصارى جهدنا بس بنراهن على وعي المستهلك انه يساعدنا شويه كمان. اكتر الشكاوى بتجي لكم بخصوص ايه؟ لا يعني احنا عندنا زي ايه؟ ان احنا عندنا العربيات وعندنا يعني اكبر قيمه العربيات طبعا، لان العربيه دي تاني استثمار في حياه ال بس اكتر شكاوى في مثلا في التكييفات، في الثلاجات، في هي الاجهزه المنزليه، في الاتصالات دلوقتي الكروت وما شابه ذلك والتليفونات المحموله طبعا، لان من الانتشار بتاع الكروت بتاع المحموله طبعا الى قصدي عندنا احنا عندنا اللي هو المدفوع مقدما حوالي 100 مليون خط، منهم 30 فقط اللي هم بيستعملوا الانترنت، انما الباقي بيستخدم. عشان كده احنا برضو من لينا كان وجهة نظر في موضوع الزيادات الأخيرة اللي هي في الكروت المحمول، ان بالنسبة للمدفوع مسبقا ان هي يعني كان لازم ان هي الشرايح اللي تحت ان هي لا تمثل، على اساس ان الشرايح اللي فوق ده اللي بيستخدم الانترنت واللي هو هيستفيد من 4G، اذا كان هناك ادعاء ان تكلفة هذه الأجهزة تكلفة كبيرة ما حطش من الصغير اللي هو محدود دخل ودعم اللي هو بيستخدم الفيلم. طيب واحنا بننهي هذا اللقاء ست اللواء، نقدر نقول للناس انه يعني لا اطمنوا عندكم جهاز حماية المستهلك، عندكم ظهر كده تسندوا عليه؟ يعني انا بص حضرتك كل من هو التجأ لجهاز حماية المستهلك وله حق لم يفرط فيه جهاز حماية المستهلك بأي حال من الأحوال، لسبب بسيط ان احنا كل زي ما بيقولوا كده كل شكوى يعني ده رقم مختلف عن الرقم اللي قبليه واللي بعديه، وهناك انسان متضرر سواء اذا كان غني او فقير فهو صاحب حق الى ان يثبت العكس. وبالتالي ان احنا بنقول للناس قبل ما انت تشتكي عايزينك ان انت تبقى مستهلك واعي، ليك حق بس عليك واجب، تمسك بهذا الحق وما تفرطش فيه، لانك انت لما بتفرط فيه بتخلي اللي بيغل على ويفتدى على حقوق المستهلك بيزيد في غله. وخلينا ان احنا نبين الاسعار بتزيد، عايزين نقول لا احنا كمستهلكين القوة القوية في السوق، احنا اللي في ايدينا الفلوس، احنا كمان احنا عايزين نمط استهلاكي، عايزين الناس تفكر معانا شوية هل نمطنا الاستهلاكي ان هو سليم ولا مش سليم. انا شخصيا دلوقتي طول النهار اقفل في الانوار عندي في البيت، يعني ليه؟ لما فاتورة الكهرباء زادت وزاد بزيادة لازم ان احنا نغير في النمط الاستهلاكي بتاعنا، لما المية زادت يبقى ان احنا لازم ان احنا نفتح الحنفية ونقفلها، لما يكون في حاجة احنا مش اغنى من يعني كان مرة هيحضرني
ان واحد وكان يعني لورد انجليزي قال لي انا لما بحلق دقني بجيب كوبايه وبحط فيها المكنه عشان ما استنفذش ميه كتير. تعرف حضرتك بره الميه دلوقتي كلها بالفوتو سيل اللي هي الحاجات اللي هي بتقفل وتفتح لوحدها عشان الناس بتقدر قيمه ان الحاجه دي ليها ثمن انا ما هدرهاش. عايزين ان احنا برضو نفكر برضو بنفس الطريقه، لان المثل بيقول الحاجات الصغيره دي بتعمل ارقام في اخر الشهر. انت اولى ان انت الارقام دي تكون قيمه مضافه على اقتصادياتك، تقدر ان انت من نمطك الاستهلاكي. نتمنى انه تكون هذه النصائح القيمه تجد صدى لدى جموع المستهلكين والمواطنين. انا بشكرك شكرا جزيلا سياده اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حمايه المستهلك. اهلا وسهلا بك، نورتنا. كده تنتهي حلقة النهاردة من رأي عام. نشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة يوم السبت المقبل في نفس الموعد، الثامنة مساء بتوقيت القاهرة. تصبحوا على خير.